بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب ميقات اهل المدينه هذه هي الترجمه التي بدا بها الامام البخاري هذا الحديث وبعد ان قال باب ميقات اهل المدينه قال ولا يهل قبل ذي الحليفه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم اكد على هذه المواقيت في عده احاديث نلاحظ ان فيها من التكرار ما يفيد التاكيد عليها وانها لم تكن من عند بشر ولا من عند احد من الناس بل كانت بتوقيت وتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذو الحليفه الذي هو ميقات اهل المدينه وميقات كل من جاء المدينه اولا واحرم منها هو عباره عن مكان بينه وبين المدينه نحو سته اميال وفي ذو الحليفه مسجد الشجرة وبئر علي وبين ذي الحليفة ومكة مئة ميل هذا الذي ذكره هنا أكد عليه أيضا وهو يبين مهل أهل الشام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها معنى هذا إن هذه الأماكن هي أماكن الإحرام أماكن الإحرام لأهلها لأهل المدينة ذو الحليفة لأهل الشام الجحفة لأهل نجد قرن منازل لأهل اليمن يلملم لأهل العراق ذات لاهل مصر الرابع هذه الاماكن لهذه البلاد هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ما دام قد مر بها تصبح ميقاتا ثم قال فمن كان دونهن يعني اقل يعني بعد الميقات ولكنه موجود دونهن فمهله من اهله لا نقول له ارجع الى الميقات لا لانها ليست ميقاته لانها ليست بلده عند الميقات ولا قبل الميقات ده بعد الميقات لانه دونهن فمن كان دونهن فمهله من اهله من اهله يعني من المكان الذي يقيم فيه هو واهله حتى اهل مكه يهلون منها من نفس مكه ولا يحتاجون ان يخرجوا كذلك الانسان الذي اقام في مكه بمعنى انه جاء مثلا وادى عمرته وانتظر الحج وهو في مكه هل نقول له عد الى رابغ لأنك جئت من مصر لتحرم بالحجلة لا يحرم من نفس مكة ولا يخرج إلى أدنى الحل حتى يحرم من نفس مكة لماذا؟ لأن الإحرام يجمع فيه الحاج بين الحل والحرم فهو إذا أحرم في مكة وخرج إلى عرفة عرف ليست من الحرم فقد جمع بين الحل والحرم لكن في حاله العمره اذا كان في مكه ويريد ان يؤدي عمره فلا بد ان يذهب الى ادنى الحل ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام امر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب باخته السيده عائشه ل تحرم بالعمره من التنعيم لانها كانت في الحرم فتخرج الى ادنى الحل هذا بالنسبه للاحرام فمهل اهل الشام الجحفه ومعنى مهل موضع الاهلال يعني المكان الذي يحرم به من هناك كما حدد ميقات اهل المدينه وهو ذو الحليفه قال ايضا بعد ذلك باب مهل اهل نجد واورد الحديث بانه حدد لاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ثم قال بعد ذلك باب مهل من كان دون المواقيت قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل اهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولأهل اليمن يا لملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها كما بين وحدد وسمى الاماكن التي تعتبر المواقيت المكانيه للحج والعمره وبين انها لاهل بلادها ولمن اتى عليها من غير اهل البلاد ولكنه نزل بها يحرم منها ويكون حكمه حكم اهلها بين بعد ذلك من كان دونهن يعني دون هذه المواقيت فمن اهله يعني من مكان الذي يحرم منه اهله حتى إن أهل مكة يهلون منها فيستنبط من الحديث مكان إحرام من كان دون المواقيت من مكانه ومن أهله وان اهل مكه يهلون بالحج من مكه ثانيا ان من مر بهذه المواقيت من غير اهلها حكمه حكم اهلها فيحرم منها كالمصري مثلا او الشامي اذا مر اولا بالمدينه فاحرامه من ميقات اهل المدينه وهو ذو الحليفة ثم وضع ترجمة أخرى وقال باب مهل أهل اليمن حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لم يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة ففي هذا توضيح مواقيت أهل البلاد وتاكيد ميقات اهل اليمن وهو يلملم ثم ذكر باب ذات عرق لاهل العراق قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران المصران المراد بهما البصره والكوفه لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو قرن المنازل وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فخذ لهم وحدد لهم ذات عرق حتى لا يشق عليهم حدد لاهل العراق ذات عرق وتحديد ميقات أهل العراق وهو ذات عرق يحازيها من الطريق الذي يسلكونه إلى مكة من غير مل ميل قال جعلوه ميقاتا حدده لهم سيدنا عمر رضي الله عنه وذات عرق والجبل الصغير وقيل العرق من الأرض السبخة تنبت الطرفاء وبينها وبين مكه اثنان واربعون ميلا وهذا باجتهاده وجاء في حديث عائشه عند ابي داود والنساء باسناد صحيح كما قال النووي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق يعني لا يكون من توقيت عمر فقط بل وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق. فيستنبط من الحديث تحديد ميقات اهل العراق وهو ذات عرق. قال جمهور العلماء من التابعين ومن ومن بعدهم وابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور ان ميقات اهل العراق ذات عرق. الا ان الشافعي استحب ان يحرم العراقي من العقيق الذي بحذاء ذاته ثم اورد باب ولم يذكر شيئا كما قلنا قبل ذلك ترجمة الإمام البخاري أحيانا يأتي بآية أو بعض آية أو بحديث أو بعض حديث أو عنوان يتحمل أو يتضمن الحكم الفقهي الذي يريده يريده وأحيانا يقول باب ولا يذكر ترجمة إذا ذكر عرفنا الحكم لكن إذا قال باب كما في الحديث اللي يأتي الآن ولم يذكر شيئا ما معناه اصطلح على ان ما يذكر فيه كلمه باب فهو فصل مما قبله يعني من الباب الذي قبله يعتبر جزءا منه وفصلا منه قال باب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفه فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك لم يذكر ترجمه كما جرت عادته فيعتبر هذا جزءا من سابقه ووجه المناسبة بينهما دلالة الحديث هنا على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات لأن يعني الحديث يقول أناخب البطحاء يعني أناخ راحلته في أي مكان في زر الحليفة لأنه خارج من المدينة فصلى بها ركعتين في بعض ناس يقولون لا داعي لصلاة ركعتين وليس في لا في نصه نص صريح وصحيح يثبت صلاة الركعتين عند الاحرام فاستحباب صلاة ركعتين امر وارد اناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك فمناسبه هذا الحديث لسابقه اثبات صلاه الركعتين وبهذا نستخرج الحكم الفقهي التالي وهو استحباب صلاه ركعتين عند الاحرام وقال النووي رحمه الله لو ترك هذه الصلاة فاتته الفضيلة ولا إثم عليه يعني لا يكون عاصيا إذا لم يصلي الركعتين لكن يكون فاتته الفضيلة فمن أراد أن يحرم بالحج أو أراد أن يحرم بالعمرة واغتسل وتطهر وتوضأ يصلي ركعتين وأقول نويت الإحرام بالحج مفردا أو قارنا أو متمتعا نويت الإحرام بالحج اللهم يسره لي وتقبله مني لبيك اللهم لبيك مجرد أن يقول بعد أن يصلي فالرسول عليه الصلاة والسلام أناخ بالبطحاء وصلى الركعتين فاستحباب صلاة ركعتين عند الإحرام أمر من السنة ومستحب الإمام النووي يقول إذا صليت الركعتين جئت بالفضيلة وإذا لم يصلي فاتته الفضيلة ولكن لا اسم عليه اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بكل أفعاله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر والحل والترحال كانوا يقتدون برسولهم صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل في السفر والحضر وفي الحل وفي الترحال مصداقا واستجابة لامر رب العزه سبحانه وتعالى القائل في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ثم قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجره قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بذي الحليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح فيستنبط من هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب من طريق والرجوع من طريق اخرى يذهب من طريق ويرجع من طريق اخرى وحسن توجيه المسلمين إلى آدابهم في قدوم مع أهليهم ألا يفاجئ الإنسان أهله ليلا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته